أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله معنا في هذه الفترة التي نغطيها على الهواء مباشرة بالقناة السعودية الأولى حول الأوامر الملكية الصادرة من سيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، والتي انعكس انطباعها بالفرح والسرور على المواطنين بجميع مناطق المملكة. في هذه الفترة مشاهدين الكرام، يسرني أن يرافقني زميلي الأستاذ نايف الفندي، حياك الله نايف. أهلا وسهلا أخي مساعد، ولي الشرف أن أكون في هذا البث المباشر عن الأوامر الملكية. جميل جدا، وأيضا يسرنا ويشرفنا أن يكون ضيفنا في الأستوديو الأستاذ محمد بن راشد بن خميس، رئيس مجلس إدارة مجموعة محمد بن خبيسة القابضة والمحلل الاقتصادي، حياك الله معنا. الله يحييك وشاكر لكم استضافتي في هالمناسبة الطيبة. طبعا هذه الفترة مشاهدينا الكرام، في هذه الفترة سوف نغطي فرحة المواطنين بهذه الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين برجوع البدلات والحوافز التي عادت بالفرح والسرور لكل مواطن على هذه البلاد. أيضا سوف نتطرق للعديد من الجوانب حول هذا الموضوع، وبداية سؤالي للأستاذ محمد حول تأثير هذه القرارات والأوامر الملكية التي صدرت على الناتج المحلي الوطني. بسم الله الرحمن الرحيم. ما في شك أن التأثير راح يكون تأثير إيجابي جدا، والله الحمد والمنة. وكذلك أن وجود متانة والله الحمد والمنة في اقتصادنا وثقتنا والله الحمد، نعم، في متانة الاقتصاد السعودي اللي استطعنا بقدرة الله سبحانه وتعالى ثم بالمجهود اللي تقوم فيه حكومة خادم الحرمين الشريفين من خلال إعادة وتسريع دفة الاقتصاد السعودي إلى ما وصلت إليه. جميل. الآن والله الحمد والمنه. فما يخفى عليك أنه من 8 أشهر أو فور صدور القرار هناك مبالغ أو أمور كثيرة جدا تتعلق في المواطن في عملية الصرف أو في عملية استعادة دورته الاقتصادية من خلال إعادة كلها الحوافز له والله الحمد والمنة. جميل. هذه كلها بيكون لها عائد كبير جدا على الاقتصاد المحلي، سواء على قطاعات التجزئة أو غيرها، نعم، أو في مسألة الخدمات أو في مسألة الاتصالات أو في، نعم، أي مسألة من أمور الترفيه الخاصة بالمواطن. ولكن كل اللي مطلوب إن شاء الله أنه يعي المواطن في هذه الفترة اللي مرينا فيها في عملية تثقيف نفسه في ثقافة الادخار وإدارة الأزمات. يعني جميل. وهذا ما يمنع أنه أكثر من 50 مليار كانت أو على وشك أنها تكون مبعدة من السوق السعودي أو من داخل تداولات المواطنين، الآن والله الحمد والمنة بدأت أو إن شاء الله أنها عادت في عملية تسريع وإدارة كفة الاقتصاد السعودي. من حتى الشباب قبل شوي يكلموني في الكنترول ما شاء الله عليهم، يعني الفرحة غامرة ولا يعطوني عبارات يبوني أرسلها من خلال هذا البرنامج ومن خلال تواجدك معنا يعني أستاذ محمد، يعني حول هذه القرارات اللي أشعرتهم جدا بالفرح والغبطة من خلال هذه الأوامر اللي صدرت. ما في شك أنها جت على آخر الشهر، يعني ما شاء الله متواصلين معاي على لا بس جت على آخر الشهر يمكن نزلت الرواتب. فالجميع الآن سعيد ولله الحمد والمنة بالقرارات الملكية هذه، وهذا إن يدل على قرب ولاة أمرنا والله الحمد والمنة والتماسهم لحاجات المواطنين. أكيد. وهذا طبعا شيء يعني الحمد لله، إذا كان في فخر فإن نفخر بقرب ولاة أمرنا والله الحمد والمنة منا، وشعورهم بأي شيء يكدر صفو المواطن السعودي في المرحلة. أي والله صدقت. طبعا هذه الأوامر الكريمة هي تؤكد حرص حكومتنا الرشيدة وتوفير كل ما يكون من صالح المواطن للرخاء لهذا الوطن الكريم. طبعا نبغى نوجه لك سؤال أستاذ محمد بن راشد عن طبعا اقتصادنا الوطني دليل على سرعة تعافيه وعودة الانتعاش هذا، نعم، اللي يلوحظ في هذه القرارات الملكية الكريمة.
ومن ضمن هذه القرارات إعادة البدلات، فقد كانت ضمن القرارات قيل أن هذه القرارات كانت موقفة مؤقتا، ما مدى هذا الكلام؟ والله ممكن أنها تكون موقفة مؤقتة، ولله الحمد لأنها لم تلغى في الأساس يعني، ولكن هي كوقف يمكن في عملية الصرف أو في عملية إعادة دراسة الوضع الحالي لها والوضع السابق كذلك، وإعادة تقييمه، ولكن ما في شيء ألغي ولله الحمد. هي هذه الحمد لله كانت فترة مؤقتة والحمد لله تم إعادتها المواطن يعني. طبعا صحيح. لدواعي اقتصادية والحمد لله. الحمد لله يعني لو تلاحظون أخوك يعني كانت البلد ولله الحمد والمنه هالبلد بالذات ما تدخل أزمة إلا وتخرج أقوى منها. لو جينا سواء في أي أزمة، سواء كانت أزمة الثمانينات أو في أزمة الخليج الأولى أو الثانية، سواء بأسعار البترول أو الأزمات الاقتصادية اللي مرت فيها، إلا واستطعنا بفضل الله أن نخرج من هذه الأزمة أقوى من ذي قبل. وهذا يمكن صحيح. أكبر دليل يعني الجيلنا، مع العلم أن لحقنا على أزمة الخليج، ولكن الآن في ظل هالظروف الاقتصادية أو الجيوسياسية أحيانا المحيطة فينا والله يعني الحمد والمنه بما من الله علينا فيها من ثقة في هذه البلد وثقتنا في قادتنا واقتصادنا، إلا أنه بأسرع ما يمكن أعيدت للمواطنين جميع هذه البدلات. بل وكان في شرف يمكن إحنا مقصرين فيه كمدنيين، ولكن مكافأة أحسنت، وهذا اللي كنا نبغى نتطرق له. مكافأة جنودنا البواسل، جنودنا المواسل، البواسل اللي على الحد الجنوبي أو المرابطين اللي يمكن إحنا ننامهم ساهرين على حماية هذه البلد. أكيد والله. فكان له دور كبير جدا في عملية إدخال السرور والبهجة لهم، وكذلك تقدير ولاة أمرنا لجنودهم البواسل اللي يحمونها الحدود بدون كل وبدون تعب وبدون ملل، بل بعقيدتهم اللي هم حاسين إن هذا واجب وهم ما يكرمون عليه على الواجب اللي حققوه، ولكن شعور ولاة أمرنا والله الحمد لله بمكافأتهم على أمور فعلا هم يستحقونها والله الحمد والمنه، هذا أكبر دليل كذلك على متانة اقتصادنا بأنك تعطي حوافز معينة ومكافآت معينة لمدة شهرين لهؤلاء الأبطال. والحمد لله فيه من يتربص بهذه سواء كانت بشقها الإيجابي ولا السلبي، ولكن نرجع نقول أن هذه رسالة للجميع أنه بلدنا الحمد لله قادر أنه يتجاوز كل هالمرحلة، وقادرين بثقتنا في ولاة أمرنا وكذلك بأخواننا وزملائنا وجميع المواطنين وبتكاتفنا إن شاء الله أن نحقق كل ما نصب إليه في ظل أكيد ما في شك الفترة يعني هذه. التلاحم القيادة مع المواطنين واستشعارهم هموم المواطن أيضا هذا أكبر محفز للرسالة التي نوجهها للآخرين. يعني زي ما تفضلت يعني اقتصادنا متين وقوي ولا يمكن أن يتضرر بأي أزمة اقتصادية مرت وتجاوزنا الكثير، والدولة حفظها الله ممثلة بولاة أمرنا يعني حرصوا كل الحرص على راحة المواطنين أينما كانوا، وزي ما تفضلت جنودنا البواسل على الحد الجنوبي، هذا استشعار من القيادة الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على إدخال البهجة والسرور والفرح على جنودنا البواسل على الحد الجنوبي. نعم. لا شك يعني نتكلم بشكل عام حول هذه القرارات والأوامر وانعكاساتها الاقتصادية على دخل المواطن وأيضا على السوق والقوة الشرائية من خلال هذه الأوامر. وما في شك أنه إدخالها أو بالأصح عودتها هي نوع من أنواع الانتعاش الحقيقي للدورة الاقتصادية. جميل. فلو تحدثنا على أي سلعة ومن أي شركة راح يكون كل هذا دائرة اقتصادية راح يصب فيها، بس عسى ما ترتفع الأسعار من خلال الرجل. والله هذا راجع للرقابة أننا نتمنى أن يكون فيه رقابة هي اللي تعزز هالدور، أنه ما يكون فيه نوع من أنواع الغلاء أو ارتفاع الأسعار حتى يتمكن فعل المواطن. وأكبر دليل يعني على الشيء بالشيء يذكر ما تحدثت فيه مؤسسة النقد عن ثبات مواضيع جدولة الديون اللي تم جدولتها في فترة انخفاض أو إيقاف العلاوات. إيه؟ فهذه الآن أتوقع أمس كان صادر قرار من مؤسسة النقد بأنه عدم المساس بأي أمور مالية خاصة بالمواطن بعد إيه؟
نزول أو بعد إعادة الحوافز، وهذا اندل يدل على حرص برضو القيادة في مسألة أنه يستطيع المواطن السعودي أنه يغير على الأقل من استراتيجيته، وكذلك يفرح في المرحلة اللي هو كان ينتظرها، أو أنها على الأقل سببت له جزء من مشكلته الاقتصادية اللي عانى منها، والحمد لله أنها رجعت له. فهذا دليل والله الحمد لله، إذا كان يعي المواطن في كيفية الصرف أو في كيفية إعادة الدورة الاقتصادية له. الآن هذه السوبر ماركت معني في الخباز، صاحب الاتصالات، صاحب العطور، الجميع معني بهذا. صحيح. فهي دائرة، حتى الشركات الكبرى الجميع. نعم. راح تجار التجزئة، هذه كلها عائدة، لأنه لما نجي في الأساس تجد أنه فيه مبلغ جنب خارج الدائرة هذه. صحيح. فأنت ما تناظره ولا تفكر فيه، لأن المبلغ هذا أبعد يعني. فجأة يعود هالمبلغ والله الحمد والمنه إلى نفس الدائرة الاقتصادية في عملية تحريك وفي عملية ضخة في البلد، واستشعار المواطنين جميعهم حاجياتهم وكمالياتهم. هذا أكبر، خلت كل واحد يراجع نفسه في المصروف اللي يصرفه. بالضبط. يعني الوقفة هذه كانت يعني بالضبط. يعني خير، يعني صارت فيها نفع للمواطن، خلتها يراجع بعض الحسابات. طبيعي يعني جدا يعني. يمكن أن عندنا هنا والله الحمد، وهذا ما تعودنا عليه منا بقايلين للأسف، ولكن عشنا في نعم في هذه البلد لا تعد ولا تحصى. الحمد لله. أكيد. فدائما الأزمات تخلق منك شخص آخر في إدارة هالأزمة، أو على الأقل في الاستفادة من هذه الأزمة. نعم. فإحنا دخلنا أزمة معينة، ولكن الحمد لله ما كانت تلك الأزمة اللي خلت الواحد يتغير بشكل كبير يعني من ناحية العملية الاقتصادية، ولكن حدث مؤثرات. نعم تأثرت، نعم، ولكن في الأخير يجب عليك أنك تعي مدى الاستفادة من إدارتك عملك المالي، من إدارتك لبيتك. صحيح. من إدارتك لشركتك، من إدارتك العملية المالية اللي كنت أنت تقوم فيها. فهذه صحيح. برضو من الفوائد اللي عمت للناس كلها في إدارة أزمتها. صحيح. مع العلم أنه نظل إحنا كسعوديين فيه عندنا نوع من الترفيه وعندنا نوع من الصرف، ولكن هالأزمة إن شاء الله أنها تؤكد خلق ثقافة ثانية. إيه؟ ثقافة الادخار اللي. صحيح. إحنا يمكن كثير ولا نعدها والله أزمة، لأن حتى مهما يعني توقفت مثل البدلات هذه، لكن والله للأمانة حنا عايشين بخير وبنعمة. الحمد لله. الحمد لله. عسى الله يديمها. الحمد لله. ويعني على رأس هذه النعم كلها نعمة الأمن والأمان. الحمد لله. اللي ما تقدر بأي ثمن يعني. ما في شك. نعم. ما في شك. طبعاً في حاجة عفواً مميزة يعني من ضمن المخرجات للأوامر الملكية لو دفع عجلة التنمية بضخ شباب يعني في الصفوف الأولى والثانية بالدولة. لو حبينا نربطها مع رؤية 2030، إيش رأيك؟ والله ما في شك يعني لو نظرنا إلى عملية التعيينات والله الحمد وما هو تأثيرها أولا بالنسبة لا على الشباب ولا على ضخ الدماء الجديدة في عملية تفعيل وتسريع كما نعتقد حركة التنمية، وكذلك حركة الأمور اللي مناطة والله الحمد والمنة في مجالات المتابعة وتوفير متطلبات المواطن، أو في عملية تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين، أو في عملية إعطاء حيوية جديدة في مسألة المهام الخاصة بالشباب وإعطائهم الثقة الكاملة في توليهم مسؤوليات تجاه بلدهم أولا ثم تجاه المواطن ثانيا. فتفعيل أو بالأصح تعيين القيادات الشابة اللي هي ولله الحمد نتوسم إن شاء الله فيهم الخير بعد مباركتنا للجميع إن شاء. صحيح. الله بهذه الثقة اللي نقول أعانكم الله على ما أوليتم عليه، كذلك في تهنئتهم بثقة خادم الحرمين الشريفين. صحيح. واللي أعطاهم الثقة هذه، وإن شاء الله أنهم قدها الثقة هذه. فتفعيلها بدور كبير جدا من هالشباب اللي
نتوسم فيهم الخير، في مسؤوليات قيادية يعني صحيح. وحساسة جدا ومرتبطة جدا مع المواطن، فكيفية نعم. عملها وسرعة إنجاز العمل للمواطن وسرعة تلبية احتياجاته، نقول إن شاء الله أن هؤلاء حافز كبير جدا لعملية تسريع تنميتنا، بالإضافة لتطبيق خلنا نقول رؤية 2030 اللي هي رؤية المملكة الأساسية لها الموضوع. صحيح، وهذه المناصب القيادية اللي تستلموها الشباب اللي يعني كلفوا بمسؤولية وبمهام يعني كبيرة، هذه تدل يعني على رؤية وتوجه خادم الحرمين الشريفين للقيادات الشابة وإعطائهم كامل الفرصة، خاصة وأن المملكة تعيش هذه الرؤية التي تحمل في طياتها الكثير من الخير والبركة إن شاء الله العائد على الوطن والمواطن. يعني لا شك لها تأثيرات إيجابية إن شاء الله راح يعني نحصل نتائجها في المستقبل القريب إن شاء الله. يعني حفظه الله خادم الحرمين الشريفين حرص كل الحرص على إعطاء الشباب فرصتهم في كافة المجالات وكافة الميادين. يعني ولا شك أنت أيضا يعني حصلت على فرص وكان لك اللقاء بخادم الحرمين الشريفين في فترة من الفترات، وأيضا استشعاره يعني بكل مواطن يعني يلجأ لخادم الحرمين الشريفين وأن يكون له نعم العون. والله يعني يمكن أنه من نعم الله سبحانه وتعالى على هالبلد ولله الحمد، نقول إحساس القيادة بجميع ولاة أمرنا ولله الحمد والمنة، ما في شك. يمكن وهذا من الأشياء اللي معلنة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان كان أكثر ولا يزال أكثر شخص داعم للشباب، وعاش سلمان أكيد يعني ما في شك يعني حتى وحتى أنا لما أتحدث بشق وبشكل خاص عن الدعم الشبابي اللي يحقق فهو دعم لا محدود. يصل خادم الحرمين الشريفين يعني ولا نقول أنه في هذه المكانة وفي هذا السن وفي هذا المسؤولية الملقاة عليه وإحساسه طويل العمر بالمحادثة ومناقشة الكبير والصغير، هذا أمر يعني نعجز في أننا نتحدث عنه، وهذا ميزة يعني قل ما تجدها في بعض الألقية. ولكن دعنا نتوقف قليلا حتى نشاهد هذا الاستطلاع نحن والمشاهدين الكرام، ونعود لاستكمال حوارنا إن شاء الله. مشاهدينا هذا التقرير ثم نعود. عاش سلمان، عاش سلمان ملكنا، عاش سلمان، والشعب كله يردد عاش سلمان، والشعب كله يردد عاش سلمان. مفاجآت جميلة، لكن القرار اللي أنا سعيد فيه
الدراسة في رمضان يعني يستاهلون المعلمين والمعلمات. صراحة أنا الشكر لله أولا ثم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان. صراحة يعني الشعب فرحة لا توصف يعني بقراراته الملكية الصارمة يعني اللي أفرحت الشعب السعودي عموما من صغار ومن كبار وموظفين الدولة خصوصا. والله إعادة شو اسمها لا إله إلا الله اللي هو البدلات. والله اللهم لك الحمد أنا مخلص الدراسة طبعا ولا عندي أطفال إلى الآن. صراحة شيء ما هو مستغرب على خادم الحرمين الشريفين والله يجزاه خير ويعطيه العافية والشعب السعودي يستاهل كل خير. بمناسبة الرواتب يعني أقل من حقه شيء أقل من حقهم ما هو كثير عليهم. أما مسألة الدراسة فشيء أروع من رائع صراحة. فالملك سلمان متعودين على الطيبات منه. الله يحفظه ويخليه صراحة كلنا نحبه وجزا الله ألف خير على القرارات الجميلة. أنا طالبة فمرة فرحني أنه قدم الاختبارات قبل رمضان لأنه ما قدر أذكره وأنا صايمة وكذا يعني. الله يعطيه ألف عافية يا رب ويحفظه ويخليه لنا. بداية الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الواقع هذه المكرمة من خادم الحرمين شيء نعتز فيه جميعا ويعتز فيه الشعب السعودي ولا يسع عن حقيقة إلا الدعاء لولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين والدعاء له بالتوفيق وأن يأجره على ذلك أجرا عظيما ونسأل الله له التوفيق والسداد والعون والله ولي التوفيق. أحب نشكر الملك على القرارات هذه كانت قرارات جدا جميلة ومسعدة للشعب وهذا شيء مو غريب على ملكنا الله يحفظه لنا. رجوع البدلات أنا طالبة بس هو خبر حلو لكن في نفس الوقت بيكون فيه ضغط بس يعني الله يعيننا. الحقيقة أن نقدم لها الشكر ونرفع لها أيدينا بالدعاء ونسأل الله عز وجل أن يمتع بالصحة والعافية ويحفظ علينا ديننا ووطننا وبلادنا بالخير وبالأمن والأمان إن شاء الله. والله كل الأخبار الحقيقية طيبة يعني لا سواء الإجازة وهي الحقيقة كانت مفاجأة سارة وخاصة للعائلة الكريمة يعني. الخبر الثاني رجوع البدلات والخبر الثالث وهو الأهم بعد سلمك الله مسألة التحقيق في مع الوزراء ومع الوزير. جزا الله ألف خير الملك سلمان اللي ريح الشعب بعض الأمور لأنه حتى لو صار مثلا زي المذاكرة في رمضان بتقل نسبة الطلاب في النجوح والدرجات بتقل. أما لو كانت في ذا مرتاح ويروح الاختبار بارتياح وبراحة نفسية تامة. شكرا للملك سلمان على بادرة نحو أبنائه في هذا الوطن الكريم والحمد لله. هذا شيء مو بغريب على أبو فهد الله يطول عمره بالصحة والعافية ويخلي له أبناء الوطن. الملكية بخصوص إعادة بدلات الموظفين ندعي الله أنه يطول بعمر خادم الحرمين ويسدد أخطاه ويبارك لنا فيه. الحقيقة أنها خطوة جبارة وخطوة في وقتها قبل الشهر الكريم وفي الوقت اللي الشعب كله يتوقع أفضل الأخبار والحمد لله. الله يطولنا في عمره ويبارك لنا فيه. الحقيقة حتى كناحية اقتصادية هذا شيء بيعزز السوق بيعطي الناس حركة أفضل في التسوق في الرجوع إلى النشاط التجاري وكذا. نشكر الملك سلمان العزم والحزم على ترجيع البدلات. صراحة فكت النزمة ترجيع البدلات وفكت النزمة يعني الشعب كله. والله شاكرين لمبادرة ملك الحزم والعزم تجاه أبنائه العسكر والمواطنين والمدنيين على إعادة البدلات والقرارات اللي أفرحت الشعب السعودي كافة. شكراً بابا سلمان على الإجازة. بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر الملك سلمان على هذه البادرة الطيبة والله يعطيه العافية أبو فهد ما قصر. صراحة نشكر والدنا الغالي الملك سلمان اللي أفرح الجميع الشعب كافة الصغار قبل الكبار خاصة بتقديم الاختبارات
والحمد لله يعني والدنا كالعادة ملك سلمان مو شيء جديد عليه. اليوم احنا سعيدين على قرارات الملكية وأهني الملك سلمان وشكرا لكم. أشكر الملك سلمان على الإجازة. حقيقة تقدم بأسماء آيات الشكر والعرفان سيدي خادم الحرمين الشريفين بمناسبة إرجاع البدلات والعلوات. حقيقة المميز فيها أنها جات خلال 7 أشهر، يعني الأغلبية كان يتوقع أنها ستمتد إلى سنة سنتين، ولكن الحمد لله بعد دراسة الوضع من قبل مجلس الاقتصاد الأعلى تبين لهم أنها إعادتها الآن ممكنة في ظل الظروف الاقتصادية المتحسنة والمتطورة، ولله الحمد. نشكرهم جميعا حقيقة، القيادة الرشيدة من الملك سلمان إلى مرورا بولي العهد وولي ولي العهد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينهم على تحمل مسؤولياتهم. نشكر خادم الحرمين الشريفين على البادرة وعلى الأوامر اللي أمر بها في مصلحة الشعب وتخدم كل مواطن، وكما نشكر ولي العهد ولي العهد، وهذا يتصب في مصلحة الشعب كاملة، ونشكر أبونا سلمان. شكرا بابا سلمان. الحمد لله الشعب جميعهم مبسوطين من هذه المبادرة، والله يبارك في عمر الملك سلمان. أشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على تقديم الإجازة. عاش سلمان ملكنا، عاش سلمان، عاش سلمان يا بلادي، عاش سلمان، عاش سلمان ملكنا، عاش سلمان، والشعب كله يردد، عاش سلمان، والشعب كله يردد، عاش سلمان. عن صدى الأوامر الملكية في الشارع السعودي، والجميع والحمد لله يعبر عن فرحته. ونعود إلى ضيفنا أبو سليمان، ونتكلم عن شمول هذه القرارات عن العديد من المناحي العسكرية والمدنية، وما أدخل البهجة إلى قلوب الطلاب هو القرار الخاص في تأجيل الدراسة الاختبارات إلى ما قبل رمضان. اي والله ابو سلمان، هذا فرح الطلاب بشكل يا الله، يعني كانوا منتظرين ان تقدم الاختبارات قبل رمضان. هو الطلاب واولياء امورهم. ايوه وهذا اهم شيء، اولياء الامور. نعم هو اولياء الامور هو في هذه المرحله يعني، وهذا الحمد لله. نرجع ونقول انه الجميع اخذ منها القرارات يمكن ما يستحق في مساله الفرحه وفي مساله خصوصيته في هالموضوع. القطاع العسكري يمكن، وكذلك جميع موظفين الدولة، وكذلك لما تجي تشوف حتى الطلاب في هالجزئية، ما يعني ولله الحمد كل شمله الفرحة والسعادة بخصوص الأوامر الملكية هذه. يعني يمكن أنه تقديم الاختبارات إلى ما قبل شهر رمضان المبارك يمكن كان هاجس عائلي وأسري أكثر من أي هاجس بشكل ما تتخيل. والله أنك صادق. كذلك لما تجي تشوف في قطاع التعليم سواء كانوا المعلمين والمعلمات، برضو لهم تهنئة خاصة لأن هذا هو اللي مساهم في هالموضوع. هم يعجزون مع الطلاب ولا يدومون؟ إيه ما شاء الله عليهم، ولا تنظرهم هم نفسه ما يحتاج، بالعكس اللهم أنهم يزيدون الظاهر 10 أيام أو كذا. لكن مدى دخول هالفرحة لجميع البيوت، ممتاز. يعني جميع اللي عنده طفل أو اللي موظف في القطاع التعليمي أو الموظفة في القطاع التعليمي، الجميع سعد بهالخبر يعني. ويكفي أنه معليش لمؤاخذة حتى اللي ما له دخل فرح على هالموضوع يعني. صح صديق. لو ما يجيك يترك الوضع لعبادة الله في هالشهر الفضيل ويحسن من بعض الأمور اللي عنده ويلتفت لأموره الدينية ويفتك من الحر والشمس وهال ويستغلونها. أبو سلمان برضو
لا العمرة وزيارة ما في يعني خاصة هالموسم هذا موسم روحاني يعني بعد. لا خصوصا أنه رجعت الفلوس أي هذا طيب على طاري رجعة الفلوس هذه يا أبو سلمان يعني نبغى نعرج شوي على القطاع الخاص يعني الأوامر هذه تخص كل موظف حكومي لكن نعم. موظفين القطاع الخاص يعني نتأمل من القطاع الخاص وأصحاب الشركات يعني برضو ما يمنع أنهم يفرحون موظفينهم يعني لو كذا جيت على الجرح كذا خاصة أنك في المجالية هو كل يعني أرجع وأقول لك أن هذه دورة اقتصادية نتمنى إن شاء الله أن إحنا نستفيد منها إن شاء ولكن الله. إن شاء الله كل أملنا بولاة أمرنا والله الحمد والمنة وثقتنا كبيرة جدا فيهم في تفعيل هالدور ولله الحمد وتسريعه ولن نبقى قايلين أنه ما في لفتة القطاع الخاص لا هناك لفتة القطاع الخاص إن شاء الله هناك كذلك يمكن دعم استراتيجي ولوجستي في هالمرحلة لأن الآن الشريك الحقيقي للدولة هو القطاع الخاص وحتى لو نظرنا إلى رؤية 2030 تجد أنه العملية ليست عملية استئثار بقدر ما أنها عملية مشاركة بين القطاع الخاص وبين أجهزة الدولة فهذه الحمد لله يعني إن شاء الله سيكون أثرها إن شاء الله قريب جدا وأملنا برضو كبير جدا في عملية النظر للقطاع الخاص بالجزئية هذه ومن ثم إن شاء الله نبدأ الرؤساء أو أصحاب الشركات والمؤسسات وما هو يتوجب عليهم من مسؤولية تجاه موظفيهم أو ما يترتب عليه في عملية تفريح هؤلاء الموظفين اللي إحنا أنا أقول لك بشكل عام وأتكلم عن منشأتنا بشكل خاص لا نزال مقصرين مع موظفينا فيها والحمد لله إن شاء الله عشمنا كبير يعني لا إن شاء الله ما يكون في أي تقصير بإذن الله إن شاء الله لا ما في تقصير إن شاء الله ولكن مهما كان نحس إحنا معليش كقطاع خاص وأنا أتحدث إنه هؤلاء كلنا في مركب واحد وكلنا في بلد واحد ولكن منا بقايلين نشوف زملاء لنا إن شاء الله مثل ما أن نشوف الآن ناس يستحقون ومثل ما فرحنا بفرحة أخواننا المرابطين اللي حصلوا على مكافأة من خادم الحرمين الشريفين بقدر ما كانت فرحتنا فيهم وفرحتنا بما يستحقون أي والله أكثر بما تتخيل بأن نكون إحنا شركاء في هالمرحلة أي والله وإحنا إن شاء الله يعني مكملين بل ومن واجبنا أن نكون معهم في هالمركب أكيد إن شاء الله أكيد أنا كنت حاب أتكلم عن النقطة هذه اللي هو فرحة الشعب السعودي عامة فرح للجنود البواسل والمكافأة اللي صرفها خادم الحرمين الشريفين لهم مقابل ما يقومون فيه للوطن ويقدمون أرواحهم للوطن فهذه فرحة الشعب للعساكرنا والمرابطيننا في الحد الجنوبي هي دلالة على تكاتفنا ولحمتنا والحمد لله هذا الشيء مفرح صراحة ولكن لو حبيت أسألك عن الدور الاقتصادي المفيد على مستوى المنطقة من هذه الأوامر الملكية هو نرجع ونقول لو تحدثنا على المنطقة نتمنى أن يكون الهدف الأساسي والاستراتيجي لنا كمواطنين أو من أعيدت إليهم حوافزهم المنطقة هنا ولكن لا تكون مدخراتك أو مصروفاتك خارجية أكثر مما أنك توفي بالتزاماتك أو تحاول أنك تكرس من العملية الاقتصادية عندك خاصة أنه أننا مقبلين إن شاء الله على شهر الخير والبركة شهر رمضان عسى الله يلحقنا خير بإذن الله أنه من يتابعنا جميع يعني وتكثر عاد المصروفات في رمضان وتكثر المقاضي والله يمكن أنه أرجع وأقول لك أنا نقنن بعض الأمور بالضبط في الفترة هذه أو على الأقل لو تحدثنا أنه إحنا مقبلين على شهر فضيل ما يعزز فيك دور الإنفاق في كل مراحلة سواء في بداية الشهر من استعدادات أو في نهايته للعيد صدقتي ومصاحب له كذلك إجازة صح ففي كل الأحوال هالمصروفات اللي أنت تصرفها إما تكون مقننة ولتبدأ بالمهم ثم الأهم يعني صح هذا هو اللي هو كان قصدي الدلالات القوية من يعني نجاح هذا الاقتصاد لمواجهة التحديات اللي تواجه المملكة
مع دول الجوار أو الأشياء الخارجية. وما في شك أن لو تحدثنا بشق سياسي فهذا أكبر دليل ولله الحمد والمنة على يعني استطاعة هالبلد، سواء اليوم وإن شاء الله ثقتنا في كل حين، أنها تواجه كل هالأمور بكل بسالة وبكل صمود بإذن الله. يعني معليش لمؤاخذة، أنا لا يوجد، ولو تحدثنا بكل أمانة وهذا شيء نفتخر فيه، لا يوجد في أي مكان أنه أنت تكون وسط المعمعة، سواء في المنطقة الجنوبية وكذلك ما يحدث في اليمن، وكذلك ما تعانيه سوريا، وكذلك ما نعانيه أو أحيانا في بعض المتربصين سواء في الداخل أو الخارج. نعم. ولا تزال ولله الحمد والمنة تكبح كل هالأطماع وكل هالفتن بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل ولاة أمرنا وكذلك لحمة المواطن مع ولاة أمره. فمعليش البصر وإن كان موجود يجب أن يطلع الجميع على إدراك هالفتن اللي كانت محيطة فينا ولا زالت، وغير كل هذا أننا لا زال الحمد لله نحاربها ونكبح جماحها والله الحمد. فمعليش قوتك في اقتصادك وقوتك في سياستك وقوتك في قبل هذا وذاك في عقيدتك ولله الحمد والمنة هي من يثبت كل هالأمر الحقيقي لنا، ومن يكون عنده مكة والمدينة ويدافع عنها فأعتقد أن دفاعها على العقيدة قبل كل مسألة من المسائل. فهذا إن شاء الله أن الله كفيل فيه إن شاء الله، وكفيل فينا في أن نتخطى كل هالصعاب وكل هال إن شاء الله. والحمد لله هو الأصداء العالمية بأن المملكة تعدت هذه الأزمة والحمد لله برفاهية، الشعب يعيش برفاهية. أيوة، على طاري الرفاهية خلنا ننتقل للجانب الترفيهي، وأضخم وأكبر مشروع قرر قبل فترة اللي هو مشروع الجدية. بالضبط. إيه. نعم. هذا المشروع الترفيهي الضخم، نبغى نتكلم بالجانب الترفيهي برضو، يعني المواطن احتياجاتها كثيرة، ويعني وزين يعني أن ولاة أمرنا حفظهم الله يعني أولوا هذا الجانب اهتمام كبير. يعني يمكن معليش إيه؟ يمكن حصل الجانب الترفيهي قبل كم يوم للجميع. إيه؟ وترفه الجميع بشكل كبير جدا بهالأوامر بهالأوامر الحمد لله. فكان الترفيه الحقيقي لهم هو الترفيه هذا طبعا، والحمد لله على كل حال. ولكن لو جينا وجدنا ما شاء الله مشروع مثل مشروع الجدية، وجدت أن مساحة كبرى جدا راح تكون المصلحة، من أولا وأخيرا المصلحة المواطن يعني. أكيد. صحيح. سواء في مجال الترفيه، في مجال الرياضة، في مجال الثقافة، كل هذا راح يكون من الأشياء اللي أنت بدل ما كنت تذهب إليها هذه أتت لك هنا يعني. ولكن يجب أن نعي ونفكر أنه هالمسألة هذه ما هي بسهلة، ولا يعتقد أي أحد أن ما نواجه من تحديات حتى في تحدينا على أنه نخلق ونوجد مثل هالموضوع، يعني إلا أنه تأتي أحيانا تقول أن هذا حلم، ولكن الآن بدأ يتحقق بمشيئة صح. الله في أن نراه في بلدنا، من كان يشوف المترو صح. أول ومن كان يشوف كذا، والحمد لله التنمية موجودة وكل شيء موجود، ولكن يلا لك أن تصل إلى مسألة أنه يتغير مفهوم الجميع أو يتغير مفهوم الثقافة المجتمعية، إلى أن نصل إلى ترفيه معين، ترفيه حقيقي يكاد يكون ثقافي إن شاء الله أكثر مما أنه يكون ترفيه الغير برضو يعني المفيد. حتى جوانب الترفيه عندنا يعني ضمن ضوابط بالضبط ما في شك، يعني شك. تحكمها عادات وتقاليد مجتمعنا المحافظ، وهذه تراعى فيها الجوانب ما هذه في المهمة شك. ولكن وجود أكبر مثلا أكبر ملاهي راح تكون موجودة عندك، من أكبر المهرجانات الرياضية راح تكون موجودة عندك، الفعاليات اللي راح تكون موجودة في كمدينة معينة كبرى صحيح. يعني المساحة تكاد تكون 33 مليون متر أو شاسعة، هي مساحة كبيرة شاسعة. جدا إيه؟ فالمدينة هذه اللي راح تكون يمكن تكاد تكون إن شاء الله
بس يمكن بعد ما تخلص ابو سلمان ما يمكن نلحق عليها، هذا نكون خلاص الواحد كبر شوي. لا ان شاء الله معليش اطفال لا وليه الاطفال راح انا متاكد انها راح تكون للجميع يعني ان شاء الله لين اللي سنه معليش لو سافرت برا. بس عادي ابو سلمان ممكن تقول الالعاب هذه تبغى تركبها وانت بهالسن هذا مثلا عادي جدا ما في مشكله اذا كويس اذا كذا هذا تحفزني انا معليش روح الشبابيه ابو سلمان بغض النظر عن الروح الشبابيه انت تتحدث عن ترفيه فاعتقد ان الترفيه موجود من ابو سنه 5 سنوات الى ان تصل عمرك 70 سنه. والله يا ابو سلمان شفنا كل هذا موجود يعني شفنا بالسوشيال ميديا مقاطع رجال كبار في السن يعني يستخدمون المرجحات الزحلقات ما عندهم اي مشكله بالضبط ما في مشكله يعني يعني بالعكس يعني انا لا اقصد ان مجال الترفيه يقتصر على هذه الاطفال. لو معليش لو دخلت مسرحيه هل هذه مهمه من ضمن الاشياء الترفيهيه اللي انت تدخل وتشوف؟ بلا شك اكيد طبعا كم بيكون سنك فيها يعني سواء حتى اللي عمره 70 سنة 80 سنة ممكن يدخل يشوف صحيح. المسرحيات هذه. وعلى طاري المرجحة أبو سليمان يعني أنت تخيل دخلت بالحوش عندك وما حد يشوفك ما تشتهي تركب المرجحة؟ لا بالعكس حتى لو يشوفوني يعني أنا قاعد عادي ما فيها شك. طيب تلعب الاتصال معنا جاهز معنا الاتصال من مين؟ مناير الشاعرة مناير الناصر حياك الله معنا في هذه المداخلة الهاتفية. أهلا وسهلا فيكم وفي البداية بسم الله الرحمن الرحيم القائل في كتابه الكريم فلا تبغوا عليهن سبيلا والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين القائل استوصوا بالنساء خيرا وقول مساء الخير يا دولة غلاها في خفوقي غير مساء الخير يا حكام هل نارهم حية مساء العز والإجلال والإخلاص والتقدير أقوله بالنيابة للوطن عن كل نشمية. صح لسانك والله يا أستاذة مناير يعني ما شاء الله أبدعتي في هذه المداخلة من البداية ما شاء الله بدون ما نطلبك برضو حنا طمعانين يعني بالقصائد الوطنية الجميلة التي تترجم مشاعر كل شاعر بحبه لهذا الوطن. دكتورة يعني لو تطرقنا للقرارات والأوامر الملكية وانعكاساتها على المرأة خاصة أن المرأة تقريبا هي اللي تهتم أكثر من الرجل في مثل هذه الأمور. في البداية نشكر القيادة الرشيدة ممثلة في والدنا الغالي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وولي ولي العهد حفظهم الله على تلمسهم لحاجة المواطنين وإصدار الأوامر الملكية السامية التي أسعدت البيت السعودي وجددت اللحمة الوطنية بين القيادة والشعب كما هي في الأزمات بين الشعب والقيادة. ما في شك دور المرأة السعودية لها دور الكبير والأساسي في بناء المجتمع في كل المجالات وعلى كافة الأصعدة وأثبتت وجودها المرأة في المحافل الرسمية والدولية يعني سواء داخل البلاد أو خارج البلاد. أقول يا دارنا عهدك جديد بالتطور كل يوم فيك زود في قيادة راي من رايه رشيد قادنا للمجد وحنا لهجد المرأة شقيقة الرجل العبيد محفل التطوير ترقى به سنود. الحمد لله على هذه النعمة من أمن وأمان وأوامر ملكية تصب في مصلحة البيت السعودي الواحد وإنعكاساتها الإيجابية على الأسرة والمجتمع ونشكر حكومتنا الرشيدة على جهودها الواضحة وتلمسها لحاجة المواطنين وما بذلته من جهود لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي بالرغم من شدتها إلا أنها خدمت الأسرة السعودية وقوت اللحمة الوطنية بين القيادة صحيح. والشعب فكانت كالجسد الواحد كما أن القيادة بالأوامر الملكية الإيجابية تقف مع الشعب وتشد من عزيمته وجميعنا رأينا تعابير السعادة على الصغير قبل الكبير. أحسنتي أحسنتي على ما ذكرتي الدكتورة يعني طبعا لا شك أنه لا يمكن أن نتجاهل دور المرأة الأساسي وأيضا الصانع والباني لهذه التنمية والحضارة التي تعيشها المملكة. دكتورة يعني دائما المرأة متهمة أنها تصرف أكثر من الرجل وش رأيك يعني؟ والله المرأة يمكن بعد الأزمة الاقتصادية بدأت بمراجعة نفسها بترشيد الاستهلاك ممتاز إيه؟ فالمرأة السعودية كالجوهرة يشار لها بالبنان وفي البداية طبعا استشهد مقال قيم وثري صاحبة السمو الملكي الأميرة الدكتورة حصة بنت سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظها الله التي نشأت وترعرعت في بيت الحزم والعزم ملكنا المفدى حيث أشارت لأهمية دور المرأة في خدمة الوطن في شتى المجالات واهتمام جميل. ملوك المملكة منذ عهد التأسيس
وعهد المؤسس رحمه الله إلى يومنا هذا، حيث وفرت لها فرص العمل بما يتناسب مع مبادئ ديننا الحنيف وخصوصية مجتمعنا. فكل رب أسرة خلفه ربة أسرة، والمرأة في تربية أبنائها تخدم وطنها ومجتمعنا. أحسنتي. ومجتمعها. فالأوامر الملكية لم تقص المرأة ولا الرجل، بل ساوت بين المرأة والرجل. أحسن. والمرأة في بيتها بتربية أولادها وترشيدهم وإبعادهم عن الفكر الضال، هي تخدم وطنها ومجتمعها. أحسنتي. كذلك نعم. المرأة في عملها فهي تقف مع أخيها الرجل لخدمة الوطن، فهي المعلمة والطبيبة والمربية والمهندسة إلى آخر الوظائف التي تشغلها المرأة. أكيد أختي مناير، طبعا المرأة مكملة للرجل، والمرأة بالنسبة للرجل هي أخته، هي أمه، هي ابنته طبعا. ولما تكون أيضا المرأة شاعرة راح تكون المشاعر عندها مرهفة، وراح توصف حب الوطن كما وصفتيه أنت. الله يعطيك العافية أختي مناير. الله يخليك. بس أحب أختم وأقول المرأة في عهد خير العالمين بالعمل تعمل ولا جاصوبها، وبالحروب تغطي الجرح الحزين، لو خذت قطعة قماش، لو خذت قطعة غطاء من ثوبها. صح لسانك، صح لسانك. الله يخليك. ونقول الملكنا شكرا لكل هذا الحب، ونقول له يا ملكنا كلنا شعبك وتامر، والله إنا دوم ما نخلف وعدنا. ونقول لجنودنا البواتل نحن معكم بدعواتنا، حفظكم الله ورحم الله من كتبت له الشهادة. وقول لو صار مهما صار وان صار ما صار، الروح ترخص والوطن ما نبيعه، فعلا يشرف بستك كل الأقمار، أسوارنا دون المعادي منيعة. صح لسانك، والله يعطيك العافية دكتورة. شكرا لكم لإتاحة الفرصة، وشكرا حضور، وشكرا للمستمعين، وأمسي على ضيوفنا الكرام. الله يمسيك بالخير ان شاء الله، واحنا في سعاده وهنا وتلاحم بين القياده والشعب. امين امين يا رب، امين، امن وامان ان شاء الله. كانت هذه المداخله الجميله من الشاعره الدكتوره مناير الناصر، شكرا لهذه المداخله. طبعا نبغى نرجع نستكمل حوارنا ابو سلمان معاك، يعني دائما يعني هي ذكرت الدكتوره قبل شوي انه على اساس ان المراه نصف المجتمع، ولا يمكن انكار وجودها ودورها الأساسي في بناء هذا المجتمع، خاصة أن المملكة تعيش نهضة حضارية في كل المجالات. نبغى نتكلم في هذا الجانب أبو سلمان، يعني استشعارا منك أن أنت رجل يعني لك تواصل ما شاء الله بالمجتمع على بحكم عملكم. يعني والله ما في شك، يعني لو جيت تشوف الآن أكبر دليل على، يمكن ما نقول أنها فيها عملية من عمليات الإنصاف، ولكن حق لها، لو وجدنا أنه كثير من المراكز القيادية الآن في الدولة ولله الحمد والمنه أصبحت مشاركة المرأة فيها مشاركة استراتيجية. صحيح. فيعني لو جينا على سبيل المثال هيئة الرياضة، وجدت أن نائبة رئيس الهيئة الأميرة ريما بنت بندر. صحيح. في وزارة التعليم، في الآن يمكن تكاد تكون القطاعات البنكية كلها في قيادة كبريات المديرات التنفيذيات في المملكة، وأعتقد يعني حتى الأستاذة سارة السحيمي في هيئة سوق المال أو تداول، يعني الآن هي اللي ترأس مجلس الإدارة فيها. فوجدت أن يعني لا يمكن أن نقلل بدور المرأة، ولا يمكن أن ما نعطيها حقها، بل بالعكس هي رائدة وقائدة اللي استطاعت أنها تقود البيت بكامل كيانه، معليش مؤاخذة، بالمؤثرات الخاصة بالراعي حقها. هذه أنا فما بالك في قيادتها في أمور عملية تعتبر سهلة بالنسبة لها. يعني أما في هذه أصبت يعني، يعني دائما يعني والله ما شاء الله تبارك الله، يعني نتابع احنا من خلال وسائل الإعلام سواء في السوشيال ميديا والمواقع، نشوف المرأة السعودية يعني شرفتنا في كل المجالات، سواء في مجال الطب، في مجال الهندسة، في مجال الكيمياء، الفيزياء، وصلت إلى السياسة ما شاء الله. إيه؟ يعني الآن عندنا في أعتقد في جنيف فيه من خيرة من يمثلنا إن شاء الله هنا، سواء في المنظمات الدولية أو في منظمات أخرى، تجد المرأة السعودية ما شاء الله عليها يعني هي المتمكنة في مراحل كبيرة جدا،
وحتى في دورها القيادي داخل البلد. يعني لا يمكن أن نقلل من كفاءتها وقدرتها أيا كانت. صحيح. فما شاء الله يعني يمكن أن إحنا أحيانا نجحف بحقهم إعلاميا أو أن ما نقول دورهم عشان الغيرة. لا لا احنا ان شاء الله ما احنا مجتهدين لكن الان احنا فيها نذكره هي امام الناس صحيح العمل امام الناس صحيح يعني لا يمكن ان نقلل من قيمتها ايا كانت ابدا وكذلك نجاحها نجاح لك ونجاح لي ونجاح للجميع ما في شك خاصه ان مرينا في فتره من الفترات الماضيه البعيد يعني كان هناك نوعا ما من التحفظ في عمل المراه الان يعني ازداد وعي المجتمع وازداد وعي ولي الامر انه المراه لها دور كبير في مشاركه الرجل في كل المجالات يعني وهذا ما يعيبها ايضا ولا ينقص يعني من قدرها كون انها تعمل في مجالات قد يكون هناك عمل ميداني قد يكون عمل مع الرجل يعني دائما يعني وعي المجتمع يجعل الفرصة متاحة في كل المجالات يعني تفهم المجتمع لعمل المرأة يخلق نماذج جدا رائعة ومشرفة نتابعها ونشوفها في كل وسائل الإعلام يعني هي ما فيها شك ويمكن تكاد تكون قدرتنا يعني أو قدرتها على أنا أقول الإبداع ولا العمل تعمل إيه؟ ولكن يعني يمكن لو رجعنا لقرار طبعا هذا شامل للسعوديين جميل أتكلم يعني خاص للسعوديين لا بغض النظر لكن انت ترى مدى يمكن القرار حق وزارة العمل بقصر العمل داخل المولات المغلقة للسعوديين صحيح الأكيد أن مرينا بعقبات كبيرة جدا في عملية تطبيق بعض الأنظمة اي والله صدقت ايا كانت والأكيد أنه فيه أي معليش لمؤاخذة نقول فيه الحسنات وفيه السيئات وفيه الإيجابية وفيه السلبية يعني. صحيح إذا كنا نريد أو نعمل أو نعلم مثلا كدور المرأة كنا نشوفه أول ولا زلنا نشوفه والآن حتى على المستوى الطبيعي تجدها الآن في مجالات تسويقية وفي مجالات احترافية في البيع صدقت ما شاء والله. الله يعني صحيح. تكاد تقفز على الرجل في عملية والله قفزت يا أبو سلمان وتجاوزت ما شاء الله تبارك الله يعني لكن أنا أقول لك أنه هذا الوضع موجود الآن وقادرات صحيح. على أنهم يعني يغطون كثير من الأمور في كثير من المراحل في ظل وجود تحديات يعني في بعض الظروف يعني قد تشكل عائق بالنسبة للمرأة في مثلا تسويقها للمنتجات في نزولها للميدان بعض الأحيان يعني وخاصة في الأسر المنتجة يعني ما شاء الله تبارك الله بس أصبح الموضوع الآن أسهل مما تتخيل ونقول يعني صح السوشيال ميديا الآن تسويق جداً. سهل جدا نعم صح والوصول إلى الزبون أسهل وأسهل خصوصا لما تكون ما شاء الله عليها فنانة في مجالها وأنا لا أتحدث عن أنواع لأن أغلب السعوديين بيتجه للأكل لا في كثير من الفتيات والله بيني وبينك هو أهم شيء أنا الأكل هو كثير من الأحيان يعني حتى زميلنا سعد الدرح يقول أهم شيء الأكل والله هو طبعا هذا أنتم اللي خليتوا الثقافة هذه تتوسع وتخليهم يستطيعون السيطرة يعني طيب ناخذ هذا الاتصال من اخت مشاعل تفضلي شكرا لكم على الاطراء وفتح المجال لنا كنساء حتى نتحدث عن بعضنا البعض اهلا وسهلا دور المراه فعلا ساهم في رفع دخل الاسره لدرجه انها اصبحت من ابواب الرفاهيه في الاسره كما ان المراه العامله ساهمت بوضوح في سد حالات الفقر والعوز لكثير من الأسر هذا أمر مهم في سبيل حفاظ الكرامة والعزة في الشخصية وكف يد السؤال مما يترتب عليه ذل وتعرض للمهانة أيضا أضاف عمل المرأة قوة اقتصادية أخرى لكثير من الأسر في تحقيق حياة أفضل بالنسبة للقرارات أراها قرارات إيجابية من القيادة حفظها الله في إشراك المرأة في البناء والتنمية لوطننا الغالي وهذه إشارة واضحة لأن القيادة حفظها الله تنظر للجميع من زاوية تكافؤ الفرص فعمل المرأة يجعلها تساهم مع الزوج في تحمل أعباء الحياة ليس الزوج فحسب مع والدها مع إخوتها بشكل مباشر في تحسين في تحسن المستوى المعيشي نعم أيضا تكلم يا أختي
كملي كملي. رؤية جميلة في أنهم يستغلون الطاقات الكبيرة لدى المرأة في التنمية، فكما أن للرجل وجهة نظر وزاوية خاصة، أيضا للمرأة وجهة نظر وزاوية خاصة تلتقيان فتكملان الرؤية، فتصبح رؤية ناجحة متحققة كاملة من جميع النواحي والاتجاهات. أيضا المرأة العاملة، طبعا هذه رسالة أوجهها لجميع النساء وأولهم أنا كامرأة عاملة، أن توافق بين مسؤوليات تجاه الأسرة وتجاه مسؤوليات الوظيفية، حتى لا يكون هنالك فجوة في مجتمعنا، فنحن نسعى للرقي والنهضة أكثر من أن نكون في مستوى منحط بسبب هذه الفجوة. نعم. إشارة جميلة بالنسبة للوظائف التي أسندت للنساء بالذات التي تخص من المرأة للمرأة، يعني أعطيك مثال محلات بيع المستلزمات النسائية، حقيقة هذا قلل من مستوى الخصوصية بين النساء أنفسهم. المرأة تفهم احتياجات المرأة من قرينتها، صحيح البيع والشراء فيها أكثر سلاسة أكثر تفهم بين الطرفين. جميل، وأثبتت جدارتها أستاذ مشاعل في هذا المجال، ولا شك يعني في نماذج كثيرة مشرفة للمرأة في كافة المجالات، سواء في مجال التسويق أو ما ذكر أبو سلمان قبل قليل في مجال استخدام السوشيال ميديا في مجال التسويق، وأيضا الأسر المنتجة. نبغى نتحدث عن انعكاسات هذه الأوامر والقرارات التي صدرت من سيدي خادم الحرمين الشريفين على المرأة بشكل مباشر. نعم، طبعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أطال الله في عمره وحفظه لنا وحفظ قيادتنا الحكيمة، قراراتهم أثبتت لنا بجدارة أننا في مسيرة التنمية والتطوير، وهذا ما دأبت عليه هذه البلاد حقيقة. صحيح. ففرحتنا لم تكن فرحة للناحية المادية فقط. نعم. بالعكس، فرحتنا كانت لاتساع رؤية هذه القيادة وبأنها مبشر لخير في الأعوام القادمة، سوف نشهد شيء أكبر وأكبر. لم تكن الفرحة فقط للبدلات، ولم تكن للحوافز ولا للرواتب، بل كانت لأن شعرنا بالأمن في جميع المجالات، يعني ولله الحمد والمنة والفضل والثناء الحسن، لا نشعر بالعود، لا نشعر بالحروب، لا نشعر بالانتقاص، لا نشعر بالذل، والآن هذا مؤشر على نجاح الرؤية وبأن القادم سوف يكون أجمل وأكبر، حيث ضمننا الأمان الأسري، الاستقرار، الراحة، علمنا بأننا بين أيدي أمينة، فليس لا يحتوينا فقط وطن، بل يحتوي نحن والوطن والأمة بداخل قلب الملك سلمان حفظه الله وأطال في عمره. حفظه الله. سنتي، وهذا أهم ما ذكرتيه، يعني بالفعل نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وعدم شعورنا يعني باللي حولنا من حروب تدار ولا يعني أحداث للأسف مأساوية، هذه أهم نقطة. يعني فعلا ما ذكرتيه لخصتيه في هذه الجملة البسيطة التي يعني لا تقدر بثمن، نعمة الأمن والأمان بحمد الله. نعم. طبعا نستغل وجود الأستاذة مشاعل المنسقة الأمنية في مكتب التعليم، وتوصف لنا فرحة الطلاب والطالبات حول الإجازة تقديم الاختبارات قبل رمضان. أي فرحة أستطيع وصفها في بضع كلمات وفي بضع دقائق وبضع ثواني. فعلا مشقة الصيام، مشقة الأجواء، نزل الخبر علينا كما بارد كالثلج على قلوبنا. من قبل كنا نشعر بالولاء والحب، ولكن تجدد الولاء وتجدد الحب لقائدنا، وجميعنا رفعنا أكف الضراعة والدعاء بأن يحفظ لنا ولاة أمرنا، يكفينا شعور إحساسهم فينا، هذا بحد ذاته نعمة. يعني ليس قائد يعيش بمفرده أو منعزل عن هموم وراحة شعبه، أول نقطة تناولها أسكن الراحة في قلوب أولياء الأمور على أبنائهم، هذه نعمة يعني يفتقدها الكثير، لا نريد أن نذكر من يفتقدها، لكن نقول الكثير يتمناها، إحساس الاهتمام من القائد بأبنائه نعمة نحسد عليها. هو وفاء، وفاء بين القيادة والشعب، وليس بغريب على مملكتنا الحبيبة. فعلا. صدر. طيب. إن شاء الله نعلن ولاءنا وانتماءنا ووفائنا وعدم رضانا أو بحرف بكلمة على وطننا وعلى أحد من قادتنا. نعم نعم. أستاذة مشاعل، يعني ختام هذه المداخلة الهاتفية، إيش حابة توجهين كلمة باسمك وباسم منسوبي التعليم، يعني وخاصة أنك منسقة الإعلامية بمكتب التعليم؟
فعلا بما اني بما هذا المكان اتحدث عن جميع اخواتي واخوتي في مجال التعليم، نرفع ايات الشكر واسماها الى قائدنا، ولكم ايضا بما انكم فتحتوا لنا المجال حتى نعبر عن مشاعرنا، مشاعر الفرحه، مشاعر الغبطه، مشاعر السرور، مشاعر الفخر والانتماء. اللهم لك الحمد والشكر، نحمد الله على هذه النعمه ونتمنى باذن الله ان ننعى في امننا بلا منغصات او عوائق. الحمد لله على كل حال، ونشكر الاستاذه مشاعر العبد الله المنسقه الاعلاميه في مكتب التعليم على هذه المداخلة الهاتفية. مشاهدينا، دعونا نتوقف مع هذا النشيد الوطني ثم نعود لاستكمال حلقتنا لهذا اليوم.
حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، والله يحفظ لنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي العهد، الله يحفظهم جميعا إن شاء الله، ويحفظ هذا الشعب الوفي الكريم، ويحفظ الوطن والمواطن أينما كان، ويحفظ جنودنا البواسل على الحد الجنوبي. الله يطول بعمر قيادتنا اللي متواصلة وحريصة على راحة الجنود الذين يحرسون الحد الجنوبي. مشاهدينا الكرام، ما زلنا متواصلين معكم في هذه التغطية المباشرة عبر القناة السعودية حول الأوامر والقرارات الملكية التي صدرت قبل أيام، ونحاول من خلال هذه التغطية رصد مشاعر المواطنين بفرحة بهذه القرارات. طبعا نبغى نتطرق لتعقيب عند ضيفنا الكريم أبو سلمان، قبل قليل ذكرت لي عندك تعقيب حول نقطة ما، تفضل أبو سلمان. تحدثت الأستاذة مشاعر يعني بحديث جيد جدا، يعني هو حديث القلب مثل ما تحدثت فيه. نعم. جاءها خير. فكانت تتحدث برضو من قرب القيادة واهتمامها بما يحدث في اللي هو قربهم المواطن. نعم. فأنا يمكن من شيء يذكر، وراح أذكر هالحادثة واللي حدثت لي يعني على الصعيد الشخصي. على الصعيد طبعًا. الشخصي إيه؟ يعني جميل. الحمد لله أنه لا يعتقد أي مواطن بأن ولاة أمرنا يغفلون عن أي أمر يخصه. صحيح. وأنه ساهرين وسهرانين على ما يساعد في عملية تنميتهم ومصالحهم وأمنهم. نعم. بكل ثقة وبكل مرحلة من مراحل حياتهم. صحيح. فأتحدث صحيح. عن ملكنا سلمان حفظه الله ورعاه إن شاء الله، أنه هالحادثة يمكن من 8-9 سنوات. نعم. وهذه حدثت لي أنا، اللي هو شاب لم يتشرف بخدمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان. نعم. كان لدي أحد المشاريع اللي حاب أني أعرضها، وكان لإمارة منطقة الرياض لما كان أمير منطقة الرياض في ذاك الوقت. كنت صغير السن يعني وقتها. أنا تكلمت إيه؟ بداية الثلاثينات أو نقول التسع. توك بعد يعني إيه؟ يعني في مشاريع إيه؟ معينة. فكان ذيك الأيام وما يعرف بأنه خلنا نقول الشخص الوفي للجميع خادم الحرمين الشريفين. نعم. بل ومثال. نعم. الوفاء يعني. صحيح. فكان في ذاك الوقت متواجد برفقة الأمير سلطان رحمة الله عليه، الله يرحمه، فترة النقاحة. فحبيت أني أوجه الدراسة هذه والأمر هذا لخادم الحرمين الشريفين لما كان أمير مدينة الرياض، بحيث أني أحصل على دعم معين وبشوف. فما لي إلا أني أتوجه لأمارة الرياض بحيث أني أسلمها لمكتبه، ومن خلالها بنتظر متى بيكون الرد علي من خلال الجزئية. نعم. قدمتها أنت كمعاملة يعني. إيه. فقدمتها كمعاملة، وكانت يوم ربوع طبعا عندنا خميس وجمعة. إيه. كانت لسه ما بعد كانت إجازة. إيه صح. فلما قدمتها هناك يمكن كانت من المفاجأة اللي أثلجت صدري، وبالإضافة إلى أنها عززت دور تسريع نوع من أنواع الطموح والاندفاع. إيه؟ وأكبر محفز. أكبر محفز. إيه؟ لما تفاجأت بأنه يكلمني السكرتير الخاص بالأمير الملك سلمان ذاك الوقت الأستاذ خالد. إيه؟ يبلغني أني علي مراجعة الإمارة في يوم السبت، يعني خلال فترة وجيزة. فكان يوم إيه؟ السبت. فأتأكد يعني يوم السبت كان ينام وتروح للأخ، كان الله يمسيه بالخير، أستاذ سليمان القناص. إيه؟ فكانت المفاجأة عندي طبعا، أنا سلمتها الأربعاء، يوم الجمعة جاني الرد بأني أتوجه يوم السبت زي أنت عارف يعني في ذيك الفترة كيف أنه الأمير سلمان في ذاك الوقت. إيه؟ متواجد خارج المملكة بمرافقة. إيه؟ الأمير سلطان. هل أطلع؟ قال لي نعم أطلع. والمعاملة وخارج الرياض وخارج يعني المملكة كلها. إيه؟ فما شاء الله لما جيت وراجعت وجدت. إيه؟ أنه فعلا عند الأخ سليمان معاملة موقعة والدعم موجود، ولا أنه موافقة سموه في ذلك. إيه؟ الوقت يعني الأمر الخاص فيها. ولاحظ في ظرف يعني، وفي ظرف يعني لم أكن أنا أتوقع. إيه؟ لا سنا معليش لمؤاخذة كشاب. إيه؟ قدمتها كذا زي الناس يعني. إيه؟ ولا كنت أتوقع
ما استوعبت. فاجأت الرد إيه؟ ولم أكن أتوقع حتى الموافقة بهالسرعة على ما قدمت إيه؟ ونال الموافقة من خادم الحرمين الشريفين في ذاك الوقت. فجميع إيه؟ المراحل هذه يعني أثرت فيني نفسيا في لدرجة أنه تشوف كيف ما شاء الله إيه؟ تم كل هذا بسلاسة، ومن شخص في الأساس مشغول بما هو يعني تتخيل بمرافقة إيه؟ الأمير سلطان رحمة الله عليه. هذا يعني هذا اللي حصل هذا كله يعني أكبر دليل على حرص القيادة حفظه الله ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الله يحفظه بحرصه واهتمامه بالشباب وسرعة إنجاز يعني كل مشاغلهم وهمومهم يعني. بل وأزيد يعني فيه على المستوى الشخصي وعلى مستوى زملائي وعلى جميع مستوى الشباب، يمكن ارتباطنا في السن ذاك جميل جدا جميل جدا. والحديث يطول اصلا يا ابو سلمان، لو نتكلم عن شخصيه مثل خادم الحرمين الشريفين اكيد ما تكفينا لا حلقه ولا حلقتين، لكن شارف وقتنا على الانتهاء. يعني نشكر الاستاذ محمد بن راشد بن خميس رئيس مجلس اداره مجموعه بن خميس القابضه، وايضا شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب متابعتكم. دمتم بخير والى اللقاء.